إذن عن الانتخابات البرلمانية في العراق والتي انتهت بنسبة مشاركة لم تتجاوز 15% في ظل رفض بعض الميليشيات لنتائجها، ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي والباحث السياسي الأستاذ نوري حمدان. أستاذ نوري، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا لكم. وسيلتحق بنا عبر سكايب من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير الأستاذ علي عزيز. ولكن أبدأ معكم أستاذ نوري، يعني الأحزاب والميليشيات وشركاء العملية السياسية حشدت للممارسة الديمقراطية التي حدثت في العراق بحسب وصفهم طبعا، حثتهم بالترغيب والوعود وأيضا في الترهيب والتهديد، لكن أقل من 15% مما يحق لهم التصويت هم الذين فقط شاركوا في عملية الانتخابات. لكن إلى ما ترجع هذا التدني الملحوظ في المشاركة من قبل العراقيين؟ ما الأسباب؟ يعني هو عدم المشاركة، احنا تحدثنا به مسبقا، عدم المشاركة والمقاطعة وسبقها ب 2018 العزوف. نعم. هذا يعني أسبابه الحقيقة هي تردي الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلد بسبب القوى السياسية المتحكمة بالسلطة اليوم وإدارتها لملفات الدولة بكاملها. هذا يعني الوضع العام بعد ثورة أو انتفاضة تشرين. نعم. الناس بدأت تشعر بعدم الجدوى من المشاركة في الانتخابات. نعم. هاي ب 2018 عدم الجدوى بالمشاركة في الانتخابات فأنتجت انتفاضة تشرين. ما بعد انتفاضة تشرين تطور التفكير الجمعي للمجتمع. نعم. من عدم الجدوى بالمشاركة وترك الموضوع بشكل خلينا نسميه اللا أبالي. نعم. وارتفاع وتيرة وشعار لا تقول شعلية مثلا. نعم. في الانتفاضة جعل من الناس ينظمون بأنفسهم بتنظيم مقاطعة. فخرجت عندنا شعار مقاطعة الانتخابات ولا أنتخب ولا أشارك في الانتخابات. شعارات عديدة هي الهدف من عندها هو مقاطعة الانتخابات. نعم. بالتالي صار عندنا جمهور رافض بداية للمشاركة في الانتخابات بسبب عدم الجدوى. اثنين، صارت عندنا قوة سياسية خرجت من رحم تشرين نظمت نفسها بالإضافة إلى حلفائهم اللي ساندوهم في ثورة تشرين. نعم. من أحزاب سياسية موجودة في السلطة سابقا يعني بالعملية السياسية نظموا أنفسهم بهذه الشعارات للتنظيم أو لمقاطعة المشاركة في الانتخابات أو طيب. مقاطعة الانتخابات. وصل الحال إلى هذا المستوى. هي المشاركة اليوم حتى وإن يعلنون بارتفاعها إلى 42% هي أقل من نسبة المشاركة في 2018. نعم. بالتالي هي أقل نسبة بالرغم من أنه يعني كل المتابعين والمراقبين يعني اللي عرفنا من سمعنا من خلال الصحفيين من خلال بعض المراقبين أنه ما تجاوزت 20%. نعم. 18% منظمات المجتمع المدني اللي راقبت الانتخابات خرجت بتقرير وأشارت إلى أنه ما تتجاوز المشاركة إلى 32%. طيب 42% شلون وصلت؟ طيب. هنالك تساؤلات حقيقية أنه إذا أثبتت المفوضية بأنه المشاركين في الانتخابات 9 مليون، كيف أصبحت 9 مليون 42%؟ إراد. نعم. تفسير. هذا رياضيات مو طيب. لعب يعني. نعم. إرادة تشرح وواضح. إذن أكو تشكيك بإعلان هذه النتيجة. اليوم المشاركين والمقاطعين طيب. كتلتين يبحثون عن مصداقية هذا الرقم. لأنه هذا الرقم يشكل في نهاية هذا المطاف في نهاية المطاف كتلتين اجتماعية، كتلة معارضة. نعم. للقوى السياسية المهيمنة على السلطة وكتلة مؤيدة. نعم. هنا هذا المعيار راح يفترض أنه يؤثر في القرار الاجتماعي على من؟ على مجلس النواب، على اعتبار النواب يرجعون للمجتمع. نعم. وبالمجتمع حتى هذا القانون الانتخابات هو قانون مو على النطاق الوطني، سووا دوائر. نعم. متعددة. على النطاق المحلي، والله شنو حتى المواطن يعرف النائب مالته ويقدر يعاتبه وما اعرف شنو هاي. نعم. الشعارات البسيطة اللي يعني استغلوا بها المواطنين. طيب. بنوع من السذاجة يعني. نعم. طيب. أستاذ. نعم. علي أرحب بكم من جديد، لكن هل أثر ثورة تشرين في إحداث حالة من الوعي لدى المواطن العراقي، لا سيما أنتم دشنتم حملة دعوتم فيها لمقاطعة هذه الانتخابات؟
بكل تأكيد احنا دائما نقولها، عراق ما قبل تشرين ليس كما عراق ما بعد تشرين. لولا تشرين لما وصل الحال الى ما وصل عليه، وبات السياسيون العراقيون واحدهم يتباكى على خسارة زميله، وزميله الآخر يشمت بزميلهم الثالث. هاي الأمور كلها تشرين خلقتها. احنا اليوم شئنا ام ابينا بالنسبة للطبقة الحاكمة والنظام السياسي الفاسد ما بعد 2003، تشرين اللي زرعته حصدته. اليوم تشريني التشرينيين هم الكتلة الأكبر. اليوم المقاطعين 90% من الشعب العراقي قاطع الانتخابات، على الرغم من أنهم أسقطوا المواطنة عن عراقي الخارج ومنعوهم من التصويت بحجج أنه الإمكانيات المادية، لكن لديهم إمكانات مادية، يدعون ماكرون، يدعون السيسي، ويدعون باقي الرؤساء، هاي لديهم إمكانيات مادية. لكن بالنسبة للعراقيين الخارج لا ليس لديهم. بلس النقطة الثانية أنه اليوم احنا نشوف أنه نسبة المصوتين اللي هم يريدون يقارنون نسبة التصويت قياسا لمن حدث بطاقته. يعني احنا من الناس، انا وعائلتي وغيرنا وجيراننا، ما نحدثها. على ايش نحدث؟ احنا ما مؤمنين بعملياتهم الانتخابية كلها. هذا كله تشرين فرضته، تشرين خلقته. الان نشوف هذا الفوضى، نشوف هذه الفوضى صار اليوم 48 ساعة، وهالهرج والمرج وتزوير وما تزوير. طيب ما هي معروفة، احنا قلنا مقاطعة الانتخابات لانه هي مزورة سلفا. يعني مثلا ماذا ننتظر من انسان مثل مصطفى الكاظمي بعد ان وضع يده بيد الصدريين لما قمعوا الساحات بيوم 25 تشرين الاول 2020؟ ماذا، ما هي مكافأته من قبل التيار الصدري، وما سيكافئ التيار الصدري هو؟ اليوم مصطفى الكاظمي كان دوره دور الهاكر الامريكي بامتياز. اليوم وباقي الكتل جميعهم يعلمون، نعم تزوير، نعم حصل تزوير قليل على اصوات قليله، فما بالك كيف سيكون التزوير؟ التزوير مبعثر، تزوير عشوائي، نعم. تزوير فوضوي. فاذا هذا الحال اللي وصلوا عليه، هذا ما هذا، هم الان يجنون ما زرعوا على مدى 18 عاما من النهب والسرقة والفساد وقتل الشعب وتأسيس الميليشيات والعصابات. الآن كل إنسان يتكلم وفق القوة اللي يمتلكها. يعني مقتدى الصدر الآن منذ أن صرح تصريحه وخطبته الشهيرة اليوم، يعني كأنما صار عبد الحليم حافظ. الناس صارت تنظر للمقتدى الصدر أنه هو فد إنسان وطني، فد إنسان نزيه، يحب أن يحصر السلع بيد الدولة. طيب يا أخي، ما أنت تضحك على نفسك؟ ما انت اول انسان، انت اللي اسست نظام الميليشيات، تضحك على نفسك؟ طيب استاذ علي، وهناك ربما احاديث واخبار غير مؤكده، يعني تتحدث عن ان ربما سيكون التيار الصدري هم من سيقدمون مصطفى الكاظمي لرئاسه الحكومه الجديده، ولكن اؤكد ان هذه اخبار غير مؤكده. استاذ نوري، الاحزاب التي شاركت بكثافه في الانتخابات خرجت وانها غير راضيه على نتائج هذه الانتخابات، هل احدثت هذه النتائج، نتائج الانتخابات الاخيره، تغيير يذكر في تشكيل الحياه السياسيه في العراق، خاصه اذا ما علمنا ان مفوضيه الانتخابات قالت بان هناك 3100 صوت لم يفرز لحد الان، ما يعادل 6% من الاصوات المتبقيه التي لم تفرز لحد الان؟ نعم، بداية الانتخابات أو نتائج الانتخابات الحالية هي لم تغير في العملية السياسية بشيء. نعم. جاءت بنتائج سابقاتها من الانتخابات. التقديم وتأخير زيادة المقاعد عند الكتلة سين أو صاد هي لا تغير في إطار العملية السياسية برمتها، لأنه هذه الكتلة السياسية هي نفسها موجودة في البرلمان السابق واللي سبقه أيضا، فالنتيجة هي واحدة. أما عن رفض الكتل التي لم تحصل على زيادة مقاعد بل تراجعت في هذه الانتخابات، هو حقيقة شيء مستغرب، لأنهم هم نفسهم شرعوا هذا القانون. هو هذا نتاج هذا القانون اللي تحدثنا أنه قلنا هذا القانون مو وطني. هذا القانون ما راح يجيب كتل وطنية، ما راح يجيب شخصيات وطنية، ما راح يجعل من الناس في مسافة واحدة في الدعاية الانتخابية والتنافس الانتخابي. فهم اللي شرعوا حتى يعني لمقاسهم، حتى هم يرجعون.
بنفس الوقت المفوضية التي يتحدثون عنها ويتحدثون عن الفبركة ويتحدثون عن الخدعة والاحتيال، كل ذلك المفوضية أنتم أشدتم بها وأنتم صوتوا وأنتم اللي أسستوها. يعني هي المشكلة يعني قبل ما تكون في القانون وقبل ما تكون في المفوضية هي المشكلة يمكم أنتم شلون فكرتوا تسوون مثل هكذا قانون. نعم. وبالضبط مثل هكذا يعني قانون بالنسبة لقانون الأحزاب وقانون الانتخابات، وضعتم الفخاخ في هذه القوانين للآخرين وتخيلتوا، يعني هم تخيلوا وضعوا الفخاخ للآخرين وتخيلوا أنه هم راح ينجون من هذه الفخاخ. طيب. أول فخ هم وقعوا خسروا مقاعد كثيرة. الانتخابات يعني بالرغم من أنه متوقعة تقريبا متوقعة هذه النتائج، أو هي لا تغير، المتوقع أنه لا تغير في الأمر من شيء، ولكن هي المفاجئ بالنسبة لهم خسارتهم في عدد المقاعد. المشكلة الأكبر اللي راح تواجههم في كيفية اختيار رئيس الوزراء، من هو رئيس الوزراء ومن أي كتلة سيكون ومن يختاره. قال التيار الصدري قال بأنه نحن من سنسمي رئيس الوزراء، هم يقولون كذلك، هم يقولون كذلك، ولكن في المقابل أيضا فائزين يبحثون عن كتلة كبيرة ويقولون نحن من يسمي رئيس الوزراء. تحالفات تغير من نسبة الفوز أستاذ نوري؟ التحالفات في داخل البرلمان تغير من نسبة الفوز لأنه تغير بالمقاعد. شوف المادة 45 في قانون انتخابات النافذ الحالي. طبعا هم هذا فخ من الفخاخ اللي هم وضعوه. هذا شو تقول؟ تقول لا يجوز للمرشح للشخص او الحزب او الكتلة الخروج من تحالف مالته او قائمته الانتخابية. نعم. من القائمة الانتخابية والذهاب الى قائمة اخرى الا ما بعد تشكيل الحكومة. يعني ليس كما حدث في 2010 بين اياد علاوي ونور المالكي. لا تختلف؟ لا 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 مو هكذا. شوف الذي حدث مع اياد علاوي ونور المالكي كتلتين متماسكتين. طيب. والكتله الاكبر كانت هي الفائز الاول كان هو اياد علاوي. اياد علاوي. المالكي شكل الكتله الاكبر في داخل البرلمان، فصار خلاف دستوري هنا. نعم. لجأوا بإلمن للمحكمه الاتحاديه. فبتت وفق العرف السياسي الى المالكي. على اعتباره هو شكل الكتله. نعم. الاكبر. في 2018 هذا الخلاف صار بين كتلتين شيعيتين. فهنا المحكمة الاتحادية يعني ما بتت بإلقاء المن. طيب. قالت هذا القرار موجود عندنا قديم وما نحكي به. طيب. حلوها بيناتكم تراضوا. فسووا بهذا القانون حتى يطلعون من هذا المأزق، لأنه بال 2018 أكو كتل سياسية سربت من عندها مثل. نعم. العبادي مثلا. نعم. كانوا يا الفياض. نعم. بالانتخابات 2018 كان ضمن قائمته الانتخابية الفياض. نعم. بعد الانتخابات مباشرة الفياض طلع من عنده راح ويا دولة القانون. نعم. حتى يحافظون على هاي القوائم وحتى يطلعون يعني بتشكيلة مريحة للحكومة. نعم. فرضوا على أعضاء هذه القوائم عدم الخروج من هذه القوائم حتى يتم إجراء تشكيل الحكومة. نعم. هنا أنا هسه هم راح يصير عندهم خلاف سياسي، هذا فخ. شنو الخلاف السياسي؟ اولا هو هذا النص القانوني ممكن يطعن به بالمحكمه الاتحاديه على اعتبار انه هو بالاصل موجود ماده دستوريه. طيب. ليش هنا يتم تصحيحه؟ اثنين ممكن تفسيره عكس ما فسره بعض الخبراء بانه ما يجوز الانتقال، هو. طيب. ما يجوز الانتقال. نعم. نعم اذا عندي وقت. طيب. ارجع الى الاستاذ. نعم. علي تاخرنا عليه. استاذ علي كما تعرفون يعني تبدو من الأخبار أن المفوضية ربما انصاعت لضغوط الميليشيات حيث قالت أن النتائج ليست نهائية، لكن هل تتوقعون في المستقبل خلال الأيام القادمة أن تتغير النتائج وذلك من أجل إرضاء بعض الأطراف؟ مهما يكون التغيير نهائيا، شوف خلي أعطيك كلمة مختصرة وهذا تعبير ثوري وعذرا على التعبير. نعم. المفوضية ميليشياوية، هي مفوضية ميليشياوية هذه المفوضية. اليوم أنت لما يعني تقيس تنظيم عملية انتخابية. نعم. يتم تجيش 300 عنصر 300 ألف عنصر أمني لها، هذا انتخاب إرهابي.
هذا برمة انتخاب إرهابي. إخوان، إحنا المقاطعون، نحن المنتصرون، نحن الكتلة الأكبر. هؤلاء الآن يعيشون في فوضى، لا يعلمون ماذا يفعلون. هؤلاء على أي لحظة تندلع شرارة قتال ومعارك بيناتهم. هؤلاء خسروا الملايين، خسروا ملايين الدولارات اليومية. هؤلاء ناس لا يعرفون، لا يفقهون سوى لغة السلاح والقتل، سوى الرابح أو الخاسر. فينهم؟ فينهم؟ ومصطفى الكاظمي الآن دا يلعب الدور المناسب له. كنا نصفه منذ اللحظة الأولى بأنه ممثل، وفعلا مثل على الجميع. والآن مثل ما نقول إحنا في بغداد بلغتنا دخل تحت أباط التيار الصدري، ومقتدى الصدر رجل ترى عقل بسيط، بسيط جدا يعني. يعني هذه اللحظة بالتلفاز بالمذياع لما يتكلم، ما الرجل هاي إمكانيته، هاي حدوده يعني، جملتين مفيدة ما يعرف يركب. فمن كل يعني معقولة راح نسمح إحنا بلد حضارتنا 7000 سنة أنه يحكمنا شخص ما يعرف يركب جملتين؟ لا، ما معقولة، ما ممكن. إحنا اللي فجرنا الثورة، إحنا الآن مستعدين أن ننشئ اليوم أكاديمية أكاديمية لتدريس الثورات كيف تكون. طيب أستاذ علي، هذا الشيء نقبل به. طيب أستاذ علي، على ذكر كما تفضلت به مصطلح الاقتتال، أستاذ نوري، يعني ما زال الحديث عن النتائج التي أعلنتها المفوضية وإن كانت مبدئية، لكن هادي العامري زعيم الفتح وصفها، وصف النتائج بالمفبركة. لكن السؤال هنا دائما مطروح، هل نحن أمام تصعيد جديد ربما يرتقي إلى المواجهة المسلحة مثلا؟ الحقيقة هو التصعيد بدأ، والتهديدات باللجوء إلى استخدام السلاح بدأت من الطرفين. نعم. إذا من جانب التيار الصدري هم يقولون نحن لنا رئاسة الوزراء، نعم، نأخذ رئاسة الوزراء بالطريق السلمية، وإن لم تتحقق لدينا طرق أخرى. نعم. طيب، الطرق الأخرى غير السلمية معناتها. نعم. والآخرين بدأوا بوضوح يتحدثون ويهددون يدعون حقيقة، يدعون الفصائل التي يطلقون عليها مقاومة وكذلك الحشد الشعبي إلى التحضير والدفاع عن كيانهم. طيب، السؤال حقيقة أنا بالنسبة لي يعني يخص موضوع الحشد الشعبي تحديدا. الحشد الشعبي أكو قانون، الدولة شرعت قانون للحشد الشعبي، والحشد الشعبي وفق القانون العراقي هو مؤسسة أمنية تابعة ل القائد العام للقوات المسلحة. نعم. والقائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس الوزراء. نعم. هو يفترض راعي ومسؤول عن الفصائل الأمنية أو الأصناف الأمنية العراقية، المؤسسات. طيب. الأمنية. نعم. العراقية. إذا. طيب. كان جيش أو شرطة أو مخابرات استخبارات حشد الشعبي. طيب. من ضمنهم، فالمفروض من باب أولى هو رئيس الوزراء المسؤول. يعني من يستهدف الحشد الشعبي لتقلق، يعني اللي حتى تثيرون هذا القلق الكبير. طيب، ما تحملون مسؤولية رئيس الوزراء. وإذا كانت الحكومة في الأيام المقبلة رأي في أي دائرة عسكرية، في أي دائرة عسكرية، يعني مثلا الحكومة باكر مثلا تخرج. نعم. وتقول إحنا عندنا سياسة جديدة لوزارة الدفاع. نعم. نريد نهيكل بها وحدات، نريد نسوي تشكيلات جديدة في وزارة الداخلية على سبيل المثال، ويقدمون مشروع قانون لمجلس النواب، ومجلس النواب يصوت عليه. وين المشكلة؟ بعجالة لو سمحتم. نعم. هل سيتطور الأمر إلى استخدام السلاح بين الميليشيات، يعني بين الطرفين؟ حتى الآن قابل إلى أن يتطور إلى استخدام السلاح واللجوء للعنف. كان معنا عبر سكايب من بغداد مسؤول المكتب السياسي للبديل الثوري للتغيير الأستاذ علي عزيز، شكرا جزيلا لك. وكان معنا في الاستوديو الصحفي والباحث السياسي نوري حمدان، شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم.